هذه النشرة برعاية برجو، إسي مابلر، دينتالي. منحنيات كورونا الخطيرة تقترب من الصفر في السويد. التأمينات تجبر امرأة على إعادة 20 مليون كرون بعد ادعائها للإعاقة لمدة 10 سنوات. SL تعود لمراقبة تذاكر الباصات والقطارات اعتبارا من الغد. أهلا بكم. أعداد الوفيات والإصابات بكورونا في السويد في انخفاض كبير، حيث تم تسجيل حالتي وفاة في 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات بالمرض في البلاد إلى 5702 حالة. مستشار الدولة لشؤون الأوبئة أندش تيغنل أعلن تسجيل 99 إصابة جديدة بالمرض، فيما وصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 79494 إصابة. تيغنل قال في مؤتمر الصحفي اليوم إن السويد تشهد بخلاف الاتجاه العالمي انخفاضا سريعا في عدد الحالات، مشيرا إلى أن منحنيات الحالات الخطيرة تقترب كثيرا من الصفر. السلطات الإيرانية تعلن اعتقال سويديين اثنين بتهمة تهريب المخدرات. المتحدث باسم هيئة المحاكم في إيران غلام حسين إسماعيلي أكد أن سلطات بلاده أبلغت السلطات السويدية والسفارة بالاعتقال. غلام لم يذكر أي شيء عن مكان المعتقلين وهويتهما. المتحدث الصحفي باسم الخارجية السويدية كريستيان أوغا أوضح من جهته أن الخارجية والسفارة السويدية في طهران على اتصال دائم مع المشتبه بهما عبر الهاتف. صندوق التأمينات الاجتماعية فوشكنين كاسا طالب امرأة تبلغ من العمر 40 عاما في إسكلستونا بإعادة نحو 20 مليون كرون كان الصندوق دفعها كتعويض للمساعدة الشخصية لمدة 10 سنوات، وهي مجبرة على إعادتها الآن. التحقيق الذي أجراه صندوق التأمينات أظهر أن المرأة قدمت عمدا معلومات كاذبة عن حالتها الصحية وادعت الإعاقة للحصول على الأموال. طيلة هذه الأعوام كان الصندوق يدفع الأموال لشركة المساعدة الشخصية المرتبطة بالإمرأة. التحقيق أثبت أن المرأة لا تعاني من الإعاقة التي ادعتها، ووجب عليها تسديد المبلغ كاملا. أرقام مكتب الإحصاء السويدي تظهر أن السويديون يتسوقون أكثر من قبل رغم أزمة كورونا. الأرقام بيّنت ارتفاع مبيعات تجارة التجزئة في حزيران يونيو الماضي 3.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. الإقبال على سلع مثل الإلكترونيات المنزلية والمنتجات الترفيهية والديكورات البيتية زاد بشكل كبير ووصل إلى 5% مقارنة بنفس الفترة. شركة SL للمواصلات العامة تعلن أنها ستعود اعتبارا من غد الأربعاء لمراقبة التذاكر في الباصات والقطارات بعد توقفها نتيجة وباء كورونا. الشركة أعربت عن أملها في زيادة إيراداتها بعد انخفاضها بنحو 100 مليون كرون في الأسبوع بعد انتشار الوباء نتيجة انخفاض عدد الركاب أولاً وعدم دفع بعضهم ثمن البطاقات ثانياً. الشركة قالت في بيان صحفي إن كثيراً من الركاب انتهزوا الفرصة ليركبوا مجاناً. شكراً لحسن المتابعة، إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية برجو، إسي مابلر، دينتالي.